مبشرة، أخبار سعيدة نقدر نقولها. طبعا طبعا، دي أخبار مبشرة وبترحب بيها منظمة الصحة العالمية. وكل ما يبقى فيه لقاحات أكثر، احنا سمعنا فايزر الأسبوع اللي فات، النهاردة موديرنا، كلهم بيقولوا نسب عالية جدا من التأثير، فوق 90%، فدي كلها أخبار مبشرة وإحنا سعداء بيها. خلينا نتكلم، بتكلم على مصر، احنا وضعين ايه في مصر حاليا؟ وضع رايحين لارتفاعات كتيره، والاعداد اللي موجوده النهارده هي اعداد بالنسبه لنا تؤكد فيه سيطره، ولا احنا محتاجين اجراءات اكتر، تباعد اكتر، كمامات اكتر، التزام اكتر؟ لا، احنا محتاجين كل حاجة اكتر الحقيقة، زي ما حضرتك بتقول، لانه الاعداد حاليا لسه تحت السيطرة، بس زي ما شفنا في اكثرية دول الاقليم في زيادة عالية جدا في عدد الحالات، وعلشان كده احنا بنتوقع نفس الزيادة تحصل في مصر وفي اي دولة تانية لسه بيحصل فيها ازدياد في الحالات. فاحنا محتاجين اجراءات اقوى، محتاجين كل مواطن يبقى عنده الوعي الكافي ازاي يحمي نفسه، ازاي يحمي اسرته، ازاي يحمي اللي حواليه، علشان نقدر نسيطر على هذه الزيادة المتوقعة. واحنا طبعا بنأمل كده ان ده اللي يحصل. احنا التوقعات ان المنحنى الوبائي مرتفع الفترة القادمة. طبعا، يعني اعتقد كده، مش قادره اقول طبعا لانه زي ما حضرتك عارف كل حاجه، يعني احنا بنشوف النهارده منحنيات وبائيه تقريبا في كل دوله وفي كل منطقه مختلفه عن الاخرى، وده كله بيعتمد الدوله ايه الاجراءات اللي بتاخدها وزاره الصحه، وبيعتمد المواطنين ايه الاجراءات اللي بياخدوها. فالاجراءات من الناحيتين بتعمل الميزان، وهي اللي بتحدد الزيادة أو النقصان أو السيطرة على حالات انتقال الكوفيد 19. توصيات حضراتكم بالنسبة للمدارس والجامعات ايه بصراحة للدول او لينا احنا في مصر النهاردة؟ يعني لو انا بعمل توصية من منظمة اقول لمصر ايه، او نتعاون ازاي في هذا الامر؟ الحقيقة يعني لو بنتكلم على مصر بالذات، أنا أعتقد إن حصل إجراءات جيدة جدا بما يختص بالسيطرة على الانتقال في المدارس والجامعات، وإحنا ما سمعناش عن أي تفشيات استوجبت مثلا إن يحصل غلق للمدارس أو للجامعات. بس إحنا بنأمل إن في الفترة الجاية، زي ما بقول، كلنا نحط في الحسبان إن ممكن يحصل زيادة في الحالات والإجراءات تبقى أقوى. التوصيات واحدة، لازم يبقى في إجراءات لمكافحة العدوى، لازم يبقى فيه تهوية جيدة، لازم نقلل التزاحم سواء في الفصول أو في الجامعات، لازم يبقى فيه، أنا سامع حضرتك بتقول كمامة، الكمامة مهمة جدا، بس الكمامة عنصر واحد بس من حزمة من التصرفات بتحمينا، أهمها التباعد الجسدي وليس التباعد الاجتماعي. الكمامة، غسيل الأيدي، لبس الكمامة بطريقة صحيحة بحيث ان احنا نمنع التلوث اللي ممكن يجي على وجه الكمامة من الخارج. زي ما ارجع واقول، هي حزمة من الاجراءات يجب علينا فهمها واتخاذها علشان نحمي المواطنين في الفترة الجاية من انتقال العدوى. بصراحة مصر من مارس لحد النهاردة تابعتوها ازاي كمنظمة؟ الاجراءات اللي مصر اخذتها، التعامل مع كورونا في فترة الذروة أو فترة الانخفاض أو الفترات القادمة، ربما موجة تانية قادمة أو لأ، ولكن يبدو أنه إحنا داخلين كمان على موجة تانية. شفتوا مصر إزاي؟ بتتابعوها إزاي؟ إحنا زي ما بنتابع مصر وبندمع 21 دولة زيادة عن مصر في دول إقليم شرق المتوسط، والإجراءات اللي تمت في الموجة الأولى كانت إجراءات جيدة جدا من قبل وزارة الصحة والهيئات المسؤولة ومجلس الوزراء، وأعتقد برضو إن كان في تصرفات على حد مسؤولية من المواطن عامة. بس هرجع وأقول تاني إنه إحنا تعلمنا كتير من الموجة الأولى. في خلال التسعة أشهر اللي فاتت حصل وعي أكتر لكل الهيئات المسؤولة. نتمنى ان احنا نستثمر هذا الوعي في الفترة اللي جاية. حضرتك يا أستاذ أحمد، كل واحد فينا عليه دور. أنا عايزة أأكد على الموضوع ده، احنا عايزين نمنع الانتقال، عايزين نكسر حلقة الانتقال. هذا الفيروس السارس كوفي 2 عنده استعداد انه ينتقل من مواطن لمواطن بدون أي اختيارات، ولو احنا ما بعدناش ووقفنا هذه الحلقة
هتزيد الحالات بزياده مضطرده في الفتره الجايه. فانا عايزه يعني اضم صوتي لصوت الاعلام ان احنا نستمر في توعيه المواطن علشان نامل ان احنا ما نوصلش للاعداد اللي احنا شايفينها حاليا في معظم دول العالم. بعد بكره في احتفال العالمي للتوعيه بمضادات الخاصه بالميكروبات، ده بيأثر بالنسبه لنا قد ايه؟ من يوم 18 اعتقد ليوم 24، ده بيأثر في مواجهه كورونا ازاي؟ أنا دايماً يعني شكراً جداً على السؤال، لأن زي ما حضرتك قلت العالم كله الأسبوع الجاي من 18 ل 24 نوفمبر بيحتفل بالأسبوع العالمي للتوعية بالميكروبات المقاومة للأدوية، وأساساً الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية. وحضرتك عارف ان في دول كتير جدا بتعالج الكوفيد 19 بالمضادات الحيوية، وهو الكوفيد 19 بيتسبب بفيروس، وكلنا عارفين ان المضادات الحيوية ملهاش اي تأثير على الفيروس. فرسالتي من هنا ان احنا نقلل شوية من استخدام المضادات الحيوية للكوفيد 19 بالذات في الحالات البسيطة جدا اللي هي بيتم علاجها في البيت. احنا استخدام المضادات الحيوية بشكل كبير بنتوقع ازدياد في مقاومة البكتيريا في الفترة الجاية بشكل الحقيقة سيء جدا، وعشان كده بنقول لكل مواطن لو سمحت رشد من استخدام المضادات الحيوية على قد ما تقدر، لانها فعلا ملهاش اي داعي لاستخدامها في الحالات البسيطة للكوفيد 19. يعني حضرتك بتنصحي الناس تبتعد عن المضادات الحيوية لانها مش هت... أيوة. مش هتواجه الفيروس، مش هتأثر عليه، مش هتمنعه، مش كده خالص. المضادات الحيوية بتقتل البكتيريا وليست الفيروسات. اللي بيحصل ان الاطباء بتخاف ان لما العيان بيجي له كوفيد 19 وهو بيسببه الفيروس انه ممكن يتحول هذه الاصابه لاصابه بكتيريه، يعني يجي له بكتيريا on top of the virus. الحقيقه دي ما بتحصلش في الحالات البسيطه. انما استخدام المضادات الحيويه بشكل كبير كلنا بنتوقع ازدياد في مشكله كبيره جدا العالم كله بيشهدها اليومين دول، اللي هي البكتيريا نفسها اصبحت بتقاوم المضاد الحيوي وفقدت المضادات الحيويه فعاليتها في قتل البكتيريا. وده بدل بعد ما نحل مشكله الكورونا هندخل في مشكله ثانيه خالص عالميه لازم نواجهها، واحنا طبعا ما حدش يتمنى ان ده اللي يحصل. ايه اللي ممكن نواجهه؟ مشكلة ان البكتيريا او مشكلة فقدان المضاد الحيوي لقدرته على علاج الامراض البكتيرية والعدوى البكتيرية اللي هي منتشرة جدا في كل الدول. فاحنا عايزين نحافظ على المضاد الحيوي، نحافظ على فعاليته والمحافظة عليه بان احنا نقلل من استخدامه لما يكون مش مطلوب مننا استخدامه. ايه الفارق ما بين اللقاح الروسي، الاثنين الامريكان، البريطاني وغيرهم؟ ايه الفارق بينهم؟ وهل في اي جهة اخذت موافقة من نظام الصحة العالمية حتى الان، ام ما زلنا في الانتظار؟ ما زلنا في الانتظار الحقيقة، انما كل البيانات اللي احنا بنسمعها هي بتم اعلانها عن طريق الميديا زي ما حضرتك بتشوفها، احنا كمان بنقراها وزي ما قلت بنرحب بيها. انما حتى هذه اللحظة لم تتقدم اي شركة باوراق رسمية لطلب اتاحة هذا اللقاح من منظمة الصحة العالمية ومن كل الهيئات اللي هتقنن وهتوافق على إنتاج اللقاحات. فحتى الآن كله كلام موجود في الإعلام، لم يتم زي ما بقول مثلا نشر الأبحاث، ما فيش نشر أي بحث لأي من الشركات في مجلات مرموقة علشان كل الناس تطلع على النتائج. إنما مع ذلك احنا متفائلين جدا جدا بانه اكتر من لقاح ابتدى ينشر بعض البيانات الاولية، ونتمنى ان شركات اكثر في الفترة الجاية سواء الروسي او اي شركات بتشتغل في الفاكسين، وهم حاليا 7 لقاحات موجودين في المرحلة الثالثة، نأمل ان كلهم يبتدوا ينشروا بياناتهم ويقدموا اوراقهم الرسمية لاعتماد هذه اللقاحات حتى يتم انتاجها وتوزيعها، ودي رحله طويله ممكن تاخد بعض الوقت. هل بتتابع التجارب اللي بتجرى في مصر فيما يتعلق باللقاح الصيني والتعاون مع الجانب الصيني؟ انا اعرف الحقيقه ان مصر
بتتعاون مع أكثر من لقاح، وأعرف كمان إن في اتفاقات سريعة جدا مع وزارة الصحة ومع الشركات اللي بتعلن عن إتاحة بعض الفاكسينات. إنما الحقيقة دول كتير قوي في المنطقة بتتعاون مع شركات مختلفة بتقول على هذه الاتفاقات. إنما زي ما بقول، إحنا حاليا كل العالم منهم مصر إحنا منتظرين فعلا الموافقة الرسمية على هذه اللقاحات حتى نتقدم خطوة ونبتدي نشتغل في الإنتاج والتوزيع وبعض الأمور اللوجستية اللي ممكن يكون فيها صعوبة في الفترة الجاية. المخاوف الناس كلها ان احنا داخلين شتاء والناس مش هتعرف تفرق ما بين انفلونزا العادية وفيروس كورونا، حضرتك بتنصح الناس بإيه؟ ده سؤال مهم جدا، لأن أعراض كوفيد 19